أهلا بكم بالجزء الأخير من قضية رأي عام. جرت العادة بكل حلقة نعرض عليكم قصة إنسانية تحمل أبعادا متنوعة، وهذه المرة سنروي عليكم قصة أب حارب أبنائه الثلاث جواهر ونواف وعبد العزيز، والذين قرعوا جميعهم سن 20، واحتار في المقابل الأطباء في تشخيص حالتهم. هل هي متلازمة داون؟ هل هو توحد؟ أم هي إعاقة في النمو؟ والأب يشكو همه إلى الله بعد أن ضاقت به قدرته المالية على علاج ولادته. الزميلة إيناس الحكمي والقصة. جواهر ونواف وعبد العزيز يصابون بمرض لم يستطع تشخيصه الأطباء. قيل أنه داون وليس بداون، أو قد يكون نوعا من اضطراب التوحد أو ضعف في النمو أو غيره. هذا ما جعل والديهم يبيتون في حسرة وألم. لم يعرفوا ما يصيب أبنائهم الثلاثة من مرض. 25 سنة وهم في عميق المجهول. بداية الأولادة مشاكلهم هذه موجودة، فنا رجعنا أول مستشفى الجامعي، مستشفى الملك خالد الجامعي، وبعدين يعني لم يتوصلوا لشيء بعد التحاليل وكثيرة، فطلبنا تحويل إلى مستشفى تخصصي. ومن فترة طويلة يعني بما يقارب 15 سنة أو أكثر احنا في المستشفى التخصصي، الى الان لم نجد حلول. ما يعني اعطونا اي خلفيه عن هذا المرض، غير مكتوب بالملف غير معروف. والله يعني تاخر بالجلوس، بالمشي، بكل حاجه، يعني بالكلام تاخر كثير. انا اعرف ان بالعائله ولا شيء اول حاله يعني يصير، وهم يعني هنا الحين تقريبا المستشفى انه حتى يقولون ان ارسلنا تحاليل الولايات المتحده، انه يقولون ان المرض هذا ما لقينا له شبيه بالعالم. كلام المستشفى يعني يوم يناقشونا يقولون ما لقينا شبيه له كذا. يعني قلت طلعوا عيالي طيب شوفوا ان المرض هذا، يعني شوفوا هذا، يقولون لا ان يعني المرض هذا غريب. احنا بحاجه لهذا الشيء، لان ودنا ان شاء الله يعني يعالجون خارج المملكة، عسى الله سبحانه وتعالى يكتبها بميزان حسنات من يتبناها. إن المذكور كاتبين إن معي تقارير إن المذكور يعاني من عدة سنوات عندنا، أن يعاني من سمات توحد، وأنا يعاني من تكلس كلوي، ويعاني من تأخر عقلي. المرض نفس الشيء لم يعرف. يوارب نفس الشيء، تعاني من تأخر عقلي، تعاني من سمات توحد، مشاكل كلوية. الحمد لله أنا عانيت معهم يعني من الصغر. يعني أقول أول ما جت جواهر يعني كانت هي يعني أول حالة عندي لم يكتشفون فيها شيء، إلا بعد ما جاء تقريبا عمرها 5 أيام أو 6 أيام كانت يعني تعبت. لما ودناها يعني المستشفى تحت الفحص وتحت الفحوصات وكذا، كانوا اكتشفوا عندها يعني اصفار وكذا، بدوا يتابعون حالتها يعني من طفولتها يعني، وركزوا المستشفى عليها. كنا حنا يعني بالقصيم ما كنا هنا، كانت يعني طفلة غير طبيعية متأخرة. بعدها جاء نواف، كان يعني عندنا خلفية بالحالة، يعني اكتشفوه زي جواهر. الحمد لله على كل حال، كنت بمعاناة لا يعلمها غير الله، كنت بضغوط نفسية لا يعلمها غير الله. منظر هذا تقرير عبد العزيز، إني يعاني يعني من سمات توحد، وإني يعاني من مشاكل كلوية، وإني يعاني من تأخر عقلي.
هذا اللي هم كاتبين يعني، انه يعني المرض غير معروف. هم الحقيقة يعني يعيشون مثلهم مثل الناس الثانيين، لكنهم يعانون من عدم يعني النطق، يعانون من يعني حاجات مثل النطق ومثل حاجات أمراض يعني ما يقومونها، أدنى مرض يعني يتعبهم مثل الزكام وكذا. أبو نواف رجل كبير في السن متقاعد ودخله الشهري 4000 ريال فقط، يعاني من إيجار منزل وفواتير كهرباء وديون المراكز التي أصبحت تتراكم عليه. معناها الثانية أرهقونا يعني الحين المراكز بالديون، الأرهقون يعني بالديون، تلفوني ما يطفي منهم يعني كل يوم يقولون حنا نطلبك لازم تسددنا، أنا لا أستطيع أقابله لأني ما بيدي حاجة. والله بنتي أنا جواهر مخليتها عندي بالبيت، ما كنت أنا يعني أدخلها، ما عندي شيء بدخلها السندية، ولا لقيت لها يعني مراكز. يعني بالنسبة للأولاد ودناهم رعاية نهارية هنا، وجواهر لا والله بالبيت. الحين احنا يعني المدارس هذه اللي تطلب علينا المبالغ هذه، واحنا ما عندنا يعني دخل، فاضطرينا نوقف من السنة هذه. والدتهم كبيرة بالسن ومصابة بالربو وهشاش العظام، والتعب النفسي الذي يتراكم عليها شيئا فشيئا. أنا مشكلة والله عندي ربو مزمن، وعندي أعاني من هالشاشة، وأعاني هالحين من ضغط نفسي صراحة، نفسيتي يعني تعبانة، حرق زيادة لما أشوفهم بالبيت يعني مسكوكة. حتى لو قالوا الناس يعني مثل أولادك كذا، دخليهم التأهيل الشامل، دخليهم الماوى، عيالي ما هم من النوع اللي يعني يقدر يفك فيني، نفسيتهم تأثر. بنتي لما أروح أي مشوار صغير ما ألقى من يرعاها عقبي بالبيت، ما ألقى من يجلس معها. حتى السيارة الذي نقلهم عليها لمواعيدهم في التخصصي لم تجد فيها أي مكيف ولم تجد فيها أي شيء. جوار ولا تحتاج شيء كثير. أولاً أني أبغى لها علاج، أبغى من يطلعها أشوف المرض هذا، لأنها تعاني من مشاكل الكلى نفس ما عانى أخوها قبل. ثاني شيء اني ابغى لي العامله، يعني احد يعني عامله يعني يحتاجون عيالي لخدمتي، ان يعني ناس يقومون معي يساعدوني بالضغط اللي انا فيه، لاني انا هالحين تعبانه، انا تعبت الحين الصراحه. يعني اهم حاجه عندي ان يكون اسعدهم، انا ما انظر للمجتمع يعني انظر لاني ارفعهم واسعدهم. ام نواف وابو نواف يناشدون المسؤولين في الدوله وأهل الخير بأن يساعدوهم في معاينة أحد أبنائهم في مستشفى خارج المملكة لكي يتعرفوا على مرضهم المجهول. في تقاريره لم يتوصلوا إلى حد الآن لأعرف مرضهم، ما نقول غير إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يجزى من يتقدم لهم في أي مساعدة، يجزاه الله خير الجزاء. يفهمون علي. جوانب كيف؟ تفهم علي. بس يعني ما تعطينهم زي الطبيعي تقولين إنه خلاص يعتمد على نفسه ويعني يصنع نفسه. لا. لازم يعني بس هو من النوع اللي يعني ماسك فيني مرة. We'll be right back.
إذن مع قصة أبي نواف ننهي قضايانا وقصص حلقة هذه الليلة من قضية رأي عام. أشكر لكم متابعتكم وأدعوكم كما هي العادة إلى مشاركتنا الرأي والتعليق عبر هاشتاغ قضية رأي عام أو من خلال حساباتنا المنتشرة في الشبكات الاجتماعية. إلى أن ألقاكم بصحبة قضايا جديدة في الأسبوع القادم، هذا ياسر العمر يتمنى لكم أياما سعيدة وهانئة، دمتم بخير، في أمان الله.